جايز الزلف اللون في فيديو جديد تحدي جديد اخوتي مع اخويا الصغير غادي نلعبوا فري فاير تيز فيتا المهم اخوتي غادي نلعبوا فري فاير واقل واحد غادي نديروا كلاس سكواد عاديه فهمتي مراعاه الاخ الصغير غادي نلعبوا كلاس سكواد عاديه المهم اقل واحد غادي يجيب عدد ديال الكيلات غادي نحكموا عليه يكبل راسو سطال ديال الماء دوك الاحكام ديال الشيل تكبل راسك سطال ديال الماء اون بليس غادي يطرطق عليك كعبه ديال شنو بيضه طرطق عليك بيضه سو بلا ما نطول عليكم شحال بغيتي يوصل هذا الفيديو دم لايك وخلي القناه باقا طايحه 50000 يا رجيم هنايا شوف خوتي بالتوفيق توصلوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله ان شاء الله تقريبا 100 لايك 200 لايك المهم 100 لايك 200 لايك وسو بلا ما نطول عليكم لايك ابوني بارطاجي جو واحد جوج ثلاثة ها كوريدا المهم اخوتي بلا ما نطوع عليكم ديريكت خلينا ندخلوا ديريكت لكلاس سكواد تحيه للدرجه صفر غنديروا بيرمودا وغنبدانا الاول واش بدات التيم الاول بدانا الاول صافي مشات على الله اخوتي ما تسولنيش علاش دايره القراصه دايره تنشرح لكم علاش حيت هاد القراصه عندها واحد الوظيفه واعره واعره بزاف اخوتي فاش كديرها ما كيبقاش يتسمع الصوت فاش كتكون كتريكورد في التليفون ما كيبقاش يتسمع الصوت الخارجي كيتسمع غير الصوت الداخلي شي لا بغيتو نديرو لي فيديو وصلوا هاد الفيديو 100 لايك وبا يلا نبداو على بركه الله عرفتي اللي ربحتك اوكي نافا نكبرك الصليه الماء ونطرطق عليك البيضه عطونا بيضه وزيدوا لنا يا غرطه واش حبيتو يلا خوتي الا بغيتو نديرو فري فاير بزاف بزاف في القناه تنساوش توصلوا هاد الفيديو 100 لايك وقف عند حدك ابا نبداو على بركه الله غنسالي انا بربار يعني انا شليحه انا غنسالي جي 18 هادو اللي معايا شكون هما هاد واي نشطح لهم الرقاده ايوا الرقاده والرقاده ايه كيتش يما انا بزاف انا بالكيوت اكو ورده يلا يلا الدين يما كنقتلو هذا راه غير بحنا هذا يلا على بركه الله ايوا الطرح الاول هزيم زيرو دي كله غناخذ قاعدين يتيمو معايا رجع ودي فين سوق موطوكا ودي هاتي خبزي شوتي عديت باباك الخواجه ديال الدنيا بني ما كذا شو هيد شوت شبان لك بان لك والو احسن ما غير بان لك والو بان لك هذاك الصلا غير تكون بعيد هادو يحسوني طفله على بالكم قاعدين يعطيوني الورد
First blood. تعال معنا شويه دوي دير شي حاجه دير شي حركه بين في الكاميرا تجيب خمسة الكيلات لا غالب لا غالب يا اخو First blood. كل جماعة حبك ستحطي الزح. ستة كيل دابا عندي عندي ستة كيل انسى لها الجيم صافي يا نسيت نشري التلج الله غير راحت عليا التلج رباني نسيت نشري التلج First blood. Double kill. شحال من كيل شو شحال من كيل عندي شحال من كيل عندي 9 الكيلات جبت 9 الكيل ني رحماني شكوبي سو جايز غادي ندوزو دغيا ونخليكم على بارتي ديال خويا الصغير وبيس المهم انا بديت انا المهم خوتي العزاز غادي نخليكم مع البارتيه ديال خويا الصغير ونشوفوا واش راح يدير جبت انا 9 الكيلات ونشوفوا واش الحاله غادي يجي هايدو هادي هاك ورده المهم هايدو تلقي طلبات بلش يا حبيبي انا نبلش دابا جو هبط نشوفوا شنو غادي يدير لازم نجيبو شي هكذا صافي الفيس كام هي هذيك شي ناد زي نا زي يا خويا حركاتك دا منها باق ضربه الجايه اخرى ويخشينا خشين
Let's go مصطفى نزيد نقول لكم اسمه مصطفى هاوليك رايح هاوليك راح يجيب لك كيلات ايه ويجبد يجبد يا حبيبي قلبي يلا يجبد راح 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 الكيل الاول فين نشم سخط الوالدين الكيل ديالك يا جي فنش الحمد لله الرب جبتي كيل بعدا برافو اول كيل يعني بقات لي 8 د الكيلات ولا جابهم انا اللي غادي تحكم عليا المهم والله يخليك ودي روح هات لي خبزي هات لي خبزي نعيط لبودي عاونك او ما يعرفش البودي انا نحشيها لهم بالبودي في المروك دير توجور بابا بالدماج يا خوتي انا راح نسهل عليه يجيب 3000 في الدماج يتسمى وجاب 9 الكيلات 3000 في الدماج الا ما جابش الكيلات 3000 في الدماج هاي ليك اوكي انا سهلت عليه ليه روح يروح برك واذا تحبوا التحديات مع هذا المخلوق هذا ما تنساوش الفيديو هذا جوبونس غنلوحو في لاشين بروميير وصلوا ل 1000 لايك ولا 2000 لايك جو سي با المهم نتوما ماكس لايك وماكس بارطاج الا حبيتوا فري فاير بيان سور نديروها خطره خطره مش ديما لاشين فري فاير راح تلقاوها في لاشين راح تلقاوها في بروم في الديسكريبشن لتحت هيا مليح انا هبطت ابا ابا نزلوه ضروري هبط ابا شيت لي جلي وين عندي حاجه على الهيد شوت با 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 ملك الهيد شوت السلفور الصغير يعطي هيد شوت با 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 خذي تخديش التلج يوزع من الاخر خو يوزع يا والقلب قلبي زين حيرا نعم عندك ألف آيا كوراج آيا قلبي كوراج تليق تخسر بالصح دوماج هكذا العقلية يا الهربة تسلك يزح عطاه هيد شوت ما شفتهاش نشوفها في الريكورد طلع لك اسكار تيطانشي صافي تلعب بيها حولنا ايه جيب لي دورة منظم عنده سلاح قرب ويشتك ويشترشم اوه على هيد شوت بقى في ضربة خليش يدير ده كفاو كفاو هذا السعودي فوق فوق هذا السعودي فوق كفو شحال عندك شحال عندك شحال عندك سري سري بدا داك الشيء غاش سري لعيبه كتبقى تجي لي تفرق على كاد
اي بصح دار ماتش ماتش في الشباب خلاص ما نحكموش عليه. خوتي قول لي تحت في الكومنتات واش نحك شحال جبتي دقيقه والله لو كان يجيب كيلات ملاح شحال جاب 7 الكيلات و 3888 في الدماج كفاو. هذا هو اللاعب الجديد النمس الحزاق الجديد. سو جايز هذا هو التحدي بيني وبين اخي. خوتي قول لي واش تحكموا عليه ولا لا. انا جبت 9 الكيلات و جبت 7 ولكن انا قلت لي الشرط جيب 3000 في الدماج ما غاديش نحكم عليك. هو جاب 3888 خلاص خوتي قدام منا لايك ابوني بارطاجي. عجبتكم التحدي وبغيتو نديرو تحدي مع اخر جديد قولوا لي تحت في الكومونتير. وصاو كما معكم امل احمد اوكس. عجبتكم الفكره نوليو نديرو العاب هنايا من غير فري فاير نديرو بابجي نديرو اللي كان اي لعبه خرجت جديده. كما معكم امل احمد اوكس. لايك ابوني شاي ديرو بارطاج ماكس بيس.